تشير الأنباء إلى احتمالية عودة صور التاريخ القريب لتكون حاضراً يقود المشهد من جديد. صورة رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد حين قاد قواته على جبهة القتال في مواجهة قوات تابعة لجبهة تحرير تيغراي، وكان ذلك مع اقتراب الصراع من العاصمة أديس أبابا، أمام أخرى لصولات مقاتلي الإقليم وصلت حد نشرها أنها أسرت آلافاً من عناصر الجيش الإثيوبي. فالمناوشات التي وقعت في شمال إثيوبيا على المناطق الحدودية لتيغراي تهدد بإنهاء هدنة هشة على مدى نحو 5 أشهر. من جهتها دعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار فورا في إثيوبيا، معبرة عن صدمة أمينها العام إزاء استئناف أعمال العنف. وجه الأمين العام نداء قويا من أجل الوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام بين الحكومة وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، مع ضمان كامل لوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وإعادة إنشاء الخدمات العامة. دولياً أيضاً حث وزير الخارجية الأمريكي على إجراء محادثات بين طرفي الصراع لإنهاء القتال، مشدداً على أن الهدنة بينهما أنقذت أرواحاً لا تحصى. وسواء أنهت المناوشات محادثات السلام بين حكومة أبي أحمد وجبهة تحرير تيغراي أم لا، فإن تجدد القتال يعد ضربة قوية لآمال منعقدة عليها وتجديداً لأزمة إنسانية العالم في غنى عن تحمل تكلفتها.